نشرة أخبار السادسة والنصف على الوطنية الثانية، وتشاهدون فيها بعد لحظات. توقف عمليات خزن وتحضير المواد التموينية بمطار جربة جرجيس الدولي. مسالخ اللحوم الحمراء في حاجة إلى مراجعة من أجل شروط فنية وصحية أفضل. ومعرض تونس الدولي للكتاب ينقل بعض أجنحته إلى جندوبة ترسيخا للمركزية الثقافية. تحية طيبة مشاهدينا الكرام وأهلا بكم. تزداد وضعية الشركة التونسية للتموين تعقيدا يوما بعد يوم، وفي خطوة مفاجئة للعمال تم غلق فرع الشركة بمطار جربة جرجيس الدولي لتفعل الأصوات منادية بضرورة المحافظة على الشركة كمورد رزق لعدد هام من العائلات. في المؤسسة التونسية للتموين بمطار جربة جرجيس وتحضير المواد التموينية المخصصة لشركات الطيران بختم الديوانة التونسية، في خطوة فاجأ عاملين بهذه المؤسسة. جينا الصباح نقول هابين نوت اللي احنا ما نسربوا حتى ما نمولوهاش، أكهو نحبوا نعرفوا شنية مستقبلنا، شنية الحلول الممكنة. هذه حكاية من ديسمبر، لو المرة أول حاجة صار تأخير في الرواتب تاع العملة، وطالبين احنا مصير الخدامة هذوما كسوسوا في جربة ولا في تونس ولا في المستير 850 خدام شنو هو مصيرهم؟ هذا الإجراء الذي اتخذته الإدارة المركزية للشركة، وإن كان منتظرا بحسب العاملين لتراكم الإشكالات بهذه المؤسسة، فإنه وحد برأيهم مطلبهم بين الإدارة والعاملين. معنا مدة في نفس المشكلة هذه، أما الدلة هذه آخر مرة كلمونا على أساس أنه باش نوقفوا لسيرفيس لكليونات في سيتياسيون فينانسيير واللي ما تفهموش مع الاكسيونير نتاعهم. كلمنا الأولاد باش نستحوض على الشركة نتاعنا، نسكروا صحيح شنابرنا وما نسربوا حتى شيء، جوست حتى لين يلقوا حل. ماذا بينا إن شاء الله ما تعطلش السيتياسيون هذه ويلقوا حل بلوفي بوسيبل. دون تموين أقلع عدد من الطائرات في رحلاتها العادية، على أمل أن يعود الوضع إلى طبيعته في قادم الأيام. في موضوع آخر، تتأزم أيضا وضعية الشبان المضربين عن الطعام بجابس والذين تجاوزوا بإضرابهم الشهر كوسيلة ضغط من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة في التشغيل. يواصل ثمانية من شباب ولاية جابس إضراب الجوع الذي ينفذونه بفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجابس منذ أكثر من شهر. معظمنا الكل تنقلنا للسبيطار، معناتها سي معناتها الأجسام ما عادش تتحمل، أما رغم ذلك باش نبقوا ديما صامدين مستعدين باش نساعدوا أكثر ونخرجوا للشارع ومستقبلنا هم في مستقبل أولادنا. عدد من المضربين عن الطعام أصبوا في وضع صحي حرج مما استوجب نقلهم إلى المستشفى الجهوي بجابس. كيما النهار الأول كيما النهار 34، اليوم وضعية الصحية أصبحت حرجة جدا، عندي ضيق نفس فما عادش نتنفس بالجديد. وضعنا الصحي كليك زاد قلقنا للتعاطي مع السلطة سلبي برشا. المقترحات التي تقدمت بها السلطة الجهوية والمتمثلة في تشغيل هؤلاء الشباب في القطاع الخاص أو مساعدتهم على بعث مشاريع خاصة رفضها الشباب المضرب عن الطعام، وأكدوا أنها لا تعالج وضعهم الاجتماعي الصعب. اليوم يقترح فيه الوالي، يقترح في سنتر دابيل، يقول رانا خدمنا احنا في سنتر دابيل وتمرمدنا من التمرميد هذه. في المستشفى الجهوي بجابس أين يقيم عدد من الشباب المضرب عن الطعام، دخل يسري زريلي جريح الثورة في إضراب جوع وحشي احتجاجا على وضعه الصحي الدقيق. يهدد أصحاب مصانع ومعامل النسيج والجلود والأحذية بصفاقس بتنفيذ عصيان جبائي تجاه الدولة وعدم دفع الضرائب واللجوء إلى الغلق النهائي لمؤسساتهم بسبب عدم تطبيق القانون لحمايتهم من التهريب والتجارة الموازية التي كبدتهم خسائر مادية فادحة. آلات خياطة متوقفة عن الدوران في هذا المصنع المختص في الملابس الجاهزة بصفاقس بعد أن تقلص إنتاجه إلى حد كبير، وبات صاحبه مهددا بإلقاء المفاتيح تحت الباب. ما لقيناش سوق فين نبيعوا سلعتنا، احنا توا عباد تلزينا باش نخدموا بالمناولة سوتريتونس، نخدموا العباد الآخرين على خاطر العباد الآخرين عندهم تبارك الله عليهم شان دو ماجازان اللي قاعدين نخدموا لهم. التجارة الموازية هذا الداء الذي ينخر الاقتصاد الوطني هي التي تقف وراء تراجع قطاع صناعة الملابس الجاهزة والنسيج والجلود والأحذية حسب أهل المهنة. سوق متاعنا مش محمي،
التجارة الموازية اللي تغي على السوق. اللي أنا مشي خيط كبوت ولا مشي خيط سروال باش نبيعه في السوق، شكون مشي يشريه من عندي وسروال جاي من الصين ولا من تركيا؟ ما المحل علاش التاجر متاعنا الحريف متاعنا معناها بطبيعة الحال عنده مسالك تمويل أخرى، فانت قلت من جهة هائل في أسيجنا الاقتصاد الصناعي في البلاد. وحبيبي وعدم حماية المؤسسات المحلية والحرفيين في هذه القطاعات، اجتمع أهل المهنة وهددنا بواجبات، قمنا بواجباتنا التشغيلية، واجباتنا الجبائية، وما خليناش شيء. حكومة التعاون والتمكن باش يسمعوا أصحاب المهنة وأصحاب التجارة ويأخذوا في إجراءاتها. قطاع ذوي الأعباء أعداد من العمل إذا ما توفرت إرادة أصحاب القرار. التسويق والترويج من أهم العوائق التي تعطل في الصناعة التقليدية والحرفيين بولاية تطاوين، ومن أجل حل هذا الإشكال تتكثف الجهود من خلال التكوين خاصة. في ولاية تطاوين التي تروي منتوجات من صناعة بحسب المهنيين والحرفيين توصل منتوجهم لحرفائهم باعتماد تقنيات اللف والتغليف وتثبيت مصدر المنتوج باش توصل السلعة للكليون معناها البرة معناها مرج باهي ومعناها وجيه تعاو باش يمكنها من نقله ومن تداوله في ظروف حسنة. تعرف منتوجك مثلا فيه عنوان، فيه اسم، فيه سيني معينة. عدد من هؤلاء الحرفيين التحقوا بدورات تكوينية نظمها الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية بهذا الخصوص. هذه الحلقة أنا نتمكن الحرفي من تنمية مهاراته في عملية تثمين المنتوج وتدعيم قدرات التسويق للمنتوج المحلي. اختتام الحلقات التكوينية بدت مع سنة 2014 بالتنسيق مع وحدة التكوين المستمر بولاية تطاوين، وصلنا من خلالها لتكوين ما يقارب 146 مكون في اختصاصات متعددة. الامبلاج إضافة إنها كي تجي باش تروجها لبرا تكون سهلة سواء للسائح سواء للضيف اللي جينا لتطاوين. حتى يصل إبداع هؤلاء الحرفيين وجهدهم إلى المستهلكين مراحل عدة يقطعون، وفي كل مرحلة إشكال ينتظر الحل. في القيروان ورغم بعض التراجع لا تزال أسعار بعض المواد الاستهلاكية غير مناسبة حسب المواطنين، ومن أهمها أسعار بعض الخضر والتي ربطها التاجر بارتفاع أسعار البيع بالجملة. الخضر من بين أهم المواد الأساسية التي تستهلكها العائلات، أسعارها المرتفعة باتت مستعصية على أصحاب الدخل الضعيف. طبعا على غرار مثلا شوية خضرة بالنسبة اليوم خير من البارح، بالنسبة البارح خير من الجمعة الفت. المواطن يشكي والفلاح يشكي واللي يبيع يشكي، فهمتش؟ وما تفش حيح هو المواطن ماشي فيها. الواحد يدور يروح مني 2 كيلو 3 كيلو خضرة 15,000 20,000. التجار وهم الحلقة الأبرز التي ترتبط ارتباطا بالمستهلك قالوا إن أسعار الشراء بالجملة مرتفعة، كما أن الوسطاء أشعلوا له الأسعار. الوسيط قاعد يطلع الأسعار، يجي الفلاح يقول له راضي يعني بيع البصل ب 600 راضي، يقول له لا الوسيط بيع بدينار ما فماش بصل. الوسيط قاعد يطلع في الأسواق. أسعار غالية أخويا، تو كيما البطاطا هذه يجي سعر هيك الحاكم ب 800 فرنك في المرش، في المرش كي سعرك ب 800 الفلاح مع السيادة باش يجيب لك المرش يبيعها لك لبرا، ويبيع فيها في السنة ب 800 850. المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك أكد أن الأوضاع أصبحت حرجة خاصة بالنسبة لضعاف الحال، وشدد على دور الحكومة في الضغط على الأسعار. ماذا بنا نقلوا نحن الأطراف الاجتماعية خاصة معنا اتحاد الصناعة والتجارة اللي هو مسؤول على التجار، واتحاد الفلاحين زي المسؤول على الفلاحين، باش على الأقل يكون استراتيجية اللي هي تنجم تخدم معنا المستهلك التونسي وتخدم اقتصادنا بالأساس. بعيدا عن أسعار اللحوم والغلال، أصبحت الخضر من المواد الاستهلاكية مرتفعة الأثمان. مساهمة البريد التونسي في العمل أيام السبت وتسويق البطاقة التكنولوجية الموجهة للشباب وتقديم خدمات أخرى، مواضيع تم التطرق إليها في المونستير خلال اجتماع إطارات وأعوان البريد التونسي بوزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. 32 مكتبة تفتح أبوابها أيام السبت خلال المرحلة الأولى من برنامج الميوم. ولئن رحب المواطنون بهذا القرار فإن أعوان البريد تضاربت مواقفهم. يلزم تعلنا رسبت خاطر خاصة للطلب حتى كي خلصون السبت حكومة الأكوريين. احنا منش ضد خدمة نهار السبت، أما فما حوايج لازمها تتوفر لنا
أنا باش نخدموا في أرياحية وكها. وباش نبداو واضحين مستحقات الناس اللي تخدم ما فيهاش حتى إشكالية، فما اتفاق. هو قرار من بين 5 نقاط قدمها وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي في اجتماع للمديرين الجهويين للديوان الوطني للبريد ورؤساء مكاتب البريد بالمناسبة. حيز بالله بتونس بيكون من ضمن أول مؤسسات نشر البطاقة الجديدة هذه اللي تم اعتمادها. نقاط تمثلت في تسويق البطاقة التكنولوجية الموجهة إلى الشباب واستخراج مضامين الولادة عن بعد وتعميم الانترنت في 12 منطقة ريفية في مرحلة أولى. المشروع الأول اللي هو البطاقة الرقمية لشباب الصغيرين باش ينجموا يبدعوا على خاطرهم في مجال التكنولوجيا وحتى أوسع من ذلك، لكن هو في نطاق التكنولوجيا بأساس. ويساهم البريد التونسي في تقديم هذه الخدمات وترسيخها لتوطيد العلاقة مع المواطن. تعاني أغلب المسالخ البلدية من وضعية متردية أثرت سلبا على منظومة اللحوم الحمراء. نشطاء هذا القطاع من فك يطالبون بضرورة تفعيل برنامج تهيئة المسالخ. أكثر من 200 مسلخ في بلادنا تشكو وضعا مترديا ولا تستجيب فضاءاتها للشروط الفنية والصحية، واقع لا يعكس أهمية قطاع حيوي وحساس ألا وهو منظومة اللحوم الحمراء. عندنا حوالي 200 مسلخ. الميتين مسلخ هذوما معناتها تنجم تقول الأغلبية نتاعهم معناتها مسالخ قديمة ياسر، عندها أكثر من 30 40 50 سنة. يعني صحيح المسالخ نتاعنا ماهمش في أحسن حال. الجزار كما يقاش ونيذبح كما يقاش ونيذبح يمشي يذبح في أقرب بلاصة تبدو مهيئة، وما ثماش بلايص مهيئة، ما ثماش مسالخ. مسالخ في مناطق العمران تفتقر للتجهيزات اللازمة وعمل بوضعية هشة، نقائص تسجل حضورها في معظم المسالخ البلدية ناهيك عن انتشار ظاهرة الذبح العشوائي. حيض التنظيف البلدية ساهرة باش يكون التنظيف متوسط، ماهيش ظروف معناتها اللي طيارة مثالية، ماهيش ظروف معناتها اللي خايبة برشا. فينا كثير ذبح، واحد يضرب عجل، واحد يطيح على السكينة، واحد يتضرب، واحد يمشي يبقى في الدار لين يبرق باش يرجع هنا. رغم تواجد المسالخ البلدية هذيك واللي تنشط في ظروف سيئة وصحيا وبيئيا وكل، الأسباب هو انتشار الذبح العشوائي. جلنا في القطاع أكدوا ضرورة تفعيل برنامج تأهيل المسالخ، برنامج لا يزال قابعا في الرفوف رغم مرور أكثر من 5 سنوات. مخطط مديري لتأهيل المسالخ الجمهورية التونسية أصدر في مارس 2010 مع مدة نفاذ ب5 سنوات، ونلاحظوا اللي كانوا مدة نفاذ متاعه وفات وما تنفذش. وإحنا نطالبوا باش يهيئونا مسالخ معناها بلدية والمصالح إقليمية كما المصالح المخطط المديري. يلزمها معناتها ديسيزيون بوليتيك على خاطر الحب الأحمر راهي ماهيش حاجة سهلة، هي حاجة معناتها فيها الأطراف متعددة اللي يدخلوا فيها وموش واضحين كل واحد معناتها شنو اللي قاعد يعمل. زاد نوضحوا تهيئة مسالخ تستجيب للمعايير الصحية باتت مسألة عاجلة، خاصة في ظل تنامي الإخلالات المتعلقة بشروط حفظ الصحة، إخلالات تضع صحة المواطن في الميزان. منطقة معلي من معتمدية فريانة بولاية القصريين يعيش متساكنها كابوسا بأتم معنى الكلمة. مياه ملوثة ضرت بالمائدة المائية وتهدد صحة المواطن، والمطلوب تدخل ناجع في أقرب الأجل. مياه ملوثة أضرت بالمائدة المائية وأنهكت متساكني هذه المنطقة الحدودية منطقة أم علي من معتمدية فريانة، وتسببت في انتشار عديد الأوبئة والأمراض، كما تسببت في تراجع إنتاج هذه الأراضي الفلاحية. هاي زيقوات دازة علينا، نحن مرض ساعينا مرض 13 في الزبالة، الغلم ماتت لي فوق 170 نعجة اللي ماتت لي من الفلاحة من الماء هذا، الماء هذا ضرنا. نا مواطن فلاح بسيط عندي 10 نعاش، ما تولي 6 العام اللي فات، قول يا ناس عايشوني. احنا اول هم معناها اللي لحقنا من هذا هو الامراض، الامراض الناس ساعات معناها انه نبات واقف. احداث محطة تطهير بالتراب الجزائري هو الحل المطرح من قبل اهل الاختصاص لتفادي اي تبعات. الواد اللي جاي بالماء الملوث من قرية ام علي الجزائرية، خاطر ثم 2 ام علي التونسية وام علي الجزائرية، الواد اللي جاي من ام علي الجزائرية يجيب السرب ولا الفضلات ام علي الجزائرية يلوث مجرى الواد نسموه واد الخرشف، يأثر على الحيوانات الكل، يأثر على المواطنين الساكنين ثم،
يأثر حتى على الميد المائية يلوثها. بصوت مرتجف أطلق العم عبد المجيد صيحة فزع من ينقذ هذه الأرض. حوالي 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية بين الساقوية وبعلية اجتاحتها مياه الصرف الصحي بمنطقة البحيرة من معتمدية السحلين من ولاية المنستير بفعل محطة التطهير التي تسيل مياهها غير المعالجة، ما أضر بالمنتوجات الفلاحية والفلاحين بصفة عامة. عندما تصبح محطة تطهير هذه نقمة فلاحي الساحل يصدمك المشهد، فلا تدري له وصفا ولا تأويلا، وتختزله في معاناة الفلاح التي لم تنقطع منذ 10 سنين. يسيبوا الواحد بالمعلومة مع المياه طبعا من متاع المطرق ويفش في المساحة هذه مزروعة ما بين معدنوس ما بين خس ما بين بطاطا، يعني ترى نجم نقلعها يعني توا من هي واش من بيحاش المواطنين ولا نخليها هكاك. توا عندي برشا كريديات، عندي برشا سلف متسلف من عند الناس وكذا، واش نعمل انا توا؟ احنا توا امام ضيعه تعد معناها 300 اصل عود زي الزيتون، معناها اصحابها السسنه فرطوا في الصابه نتاعهم، العروق نتاعها الكل تسدت خاطر موسم هذه. الصحي اتت على كل شيء، تلف الخضروات وتلف الصحه دون نسيان المائده المائيه. اتحاد الفلاحين ماراثون من الاتصالات جدوى. من عام 2005 واحنا نقاسيو فيها، يعني مشينا للوالي، مشينا للمعتمد، مشينا للتطهير هذا، يعني جبناهم في الليل الماضي ساعه نتاع الليل نص الليل ديما يسيبوا الماء، ولهذا هذه بالنسبه للساحلين راهي كارثه كبيره. يقول لك تو نشوفوا تو نحولوها تو كذا، تو ما تحصلنا حتى شيء، واحنا طالبين حل جذري، يعني يلزمنا هذه المحطه نتاع التطهير هذه يلزمها تتنحى في اخر وقت. الاداره العامه للتطهير طرف رئيس في الموضوع، اتصلنا بها كتابيا لحق الرد لكنها لم ترد، ليبقى المشهد على حاله. فإلى متى ستستمر؟ تمثل الأراضي الاشتراكية أبرز الإشكاليات العقارية بولاية قفصة والتي لم تجد طريقها إلى الحل منذ عقود. هذه الإشكاليات العقارية ساهمت بشكل مباشر في تعطيل عديد المشاريع التنموية بالجهة. تعتبر الأراضي الاشتراكية الغير مصفاة بولاية قفصة والمقدرة بحوالي 10% من مساحة الولاية من أبرز الإشكاليات العقارية التي ظلت تراوح مكانها لعقود طويلة. نول الدنيا هذه بلاصتها، وتوا بلاصتها ما حبش تتسوى، تمشي للمعتمد ما يكلمكش، تمشي للوالي ما يكلمكش، ما تلقاش حتى مسؤول في البلاصة هذه اللي يقول لك يا ولدي حل البلاصة هذه كيفاش بيعتها. طالبوا عنا بير مواتير، نحبوا الكهرباء ونحبوا المسالك الفلاحية تتعبد، ما عادش تبقى من دنيا كاكتي، ونحبوا تسويت وضعية أراضينا، ما نبقوش ديما نحن في المشاكل. لكن الأرض ما جيت باش تخدم فيها مشروع يقول لك لا فيها حجة لا فيها شيء، ما عندكش حق. الإشكال العقاري بولاية قفصة أدى أيضا إلى تعطيل إنجاز عديد المشاريع التنموية الكبرى. مشروع الغاز الطبيعي اللي متوقف على إشكال عقاري إن شاء الله يقع البت فيها المستوى الجهوي في أقرب الأجال. عندنا مشاريع أخرى مثل مستشفى متعدد الاختصاصات، إن شاء الله هذا قطعنا في شوط في إطار التسوية العقارية وما زال شوط كبير أخر. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أبرز أنه سيتم متابعة جملة هذه الإشكاليات ودراستها في إطار تشاركي. طالبين باش نتابعوا كان ثم حاجة معناها ثم عوائق باش نشوفوها، ثم يعني كما المعهد الأعلى المعهد الأعلى الرياضة أي مثلا ذاك معناها تعدى بفترة معناها في عوائق وتوها معناها أموره واضحة إن شاء الله. إشكاليات أخرى متعلقة بالقطب التنموي وغيره هذيك نحن باش نقعدوا نتابعوا، وانا دوري اني باش نسرع معناها باش نسرع باش الامور تتم في سمانه. هذا ومن شان التصفيه العقاريه للاراضي الاشتراكيه واقرار نظام الملكيه الخاصه ان تمكن مستغليها من قروض ومنح تيسر استصلاح مساحات هامه من الاراضي المهمله. توفي صباح اليوم شخصان كان على متن سيارة خفيفة بعد اصطدام عربتهما بالقطار الرابط بين الدهمان والعاصمة، وذلك على مستوى نقطة تقاطع الفتح بالقرب من مدينة السرس، وقد تسبب الحادث في خروج القطار عن السكة دون أن يخلف ذلك إصابات في صفوف الركاب. وقد تحولت فرقة تبعية المرور بالجهة إلى مكان الحادث لتحديد أسبابه التي وجدت وفق الأبحاث الأولية أنها تعود إلى عدم احترام إشارات المرور. جد اليوم على الساعة 4:24 حادث مرور في مستوى منطقة الفتح بالجهوية 60، حادث تمثل في اصطدام بين قطار معد لنقل الركاب القادم من الدهماني باتجاه تونس. الحادث هذا يتمثل في اصطدام بين كما ذكرنا بين قطار
وشاحنة خفيفة أسفر على وفاة زوز أشخاص، السائق والمرافق متاع الشاحنة الخفيفة على عين المكان. تعود الأسباب الحادث إلى عدم أخذ الاحتياطات من قبل السائق الشاحنة الخفيفة. السائق الشاحنة الخفيفة هو ما انتبهش إلى أنه فما قصاص متاع سكة حديدية موجودة فيه مزود بعلامة قف، لأنه السائق هذا ما انتبهش لعلامة القف وما انتبهش للقطار القادم من الجهة اليسرى في اتجاه مدينة السرس وقع الاصطدام معه. أصدر المثقفون والمبدعون والفنانون العرب المشاركون في فعاليات الدورة 31 لمعرض تونس الدولي للكتاب بيانا عبروا فيه عن وقوفهم اللامشروط إلى جانب تونس في محنتها ورفضهم القاطع للعنف والإرهاب، وذلك على إثر ما تعرضت له من اعتداءات استهدفت متحف باردو. وعبر المثقفون على أثر مشاركتهم أمس في مائدة مستديرة حول الثقافة والإرهاب ترأسها الروائي الجزائري واسيني العرج عن تمسكهم بالثقافة إبداعا إنسانيا راقيا وإضافة رفيعة إلى قيم السلم والحوار وتقديسا للحق فالحرية. وأكدوا من خلال بيان تونس الصادر أمس أنه لا سلاح ضد العنف والإرهاب إلا الثقافة والتربية وتنشئة الإنسان على قيم التسامح والحوار وقوة الحجة لا على حجة القوة والعنف. هذا واستقبل رئيس الجمهورية صباح اليوم بقصر قرطاج الكاتبة والمثقفة نوال السعداوي والشاعر أدونيس، وشدد رئيس الدولة بالمناسبة على الدور الذي اطلع به التعليم في نحت ملامح تونس بعد الاستقلال وعلى ضرورة إصلاحه بهدف معالجة الصعوبات التي تعتريها، كما أكد على دور الثقافة والمرأة في النهوض بالمجتمع وأهمية دعم حقوقها. من جهتها أشارت السيدة نوال السعداوي في تصريح لها إلى أن اللقاء مع رئيس الجمهورية قد تناول قضايا التعليم والتربية باعتبارها سلاحا استراتيجيا في مقاومة الإرهاب. أن سياسة وثقافة ورؤية للمستقبل مسؤولية كبيرة، ونحن مع هذه التجربة ضد الإرهاب وثقافة الإرهاب. لابد من نهضة ثقافية جذرية ونهضة في التعليم، وأن الثقافة والتعليم أهم شيء، أهم سلاح استراتيجي لمواجهة الإرهاب، أهم من أي مجال آخر، اقتصاد أو أمن أو أي شيء. طبعا الاقتصاد والأمن مهم، ولكن يأتي التعليم وتغيير العقلية الطفولة وتغيير وتفسير الدين بحيث أنه يتمشى مع العقلية. الحدث في جندوب ثقافي بامتياز، حيث يستقبل المواطنون بارتياح معرض الكتاب بالجهة في دورته الأولى، وهي مبادرة تم بمقتضاها نقل بعض أجنحة معرض تونس الدولي للكتاب للجهة من أجل تقريب المسافة الإنسانية. فعلت الدورة الأولى للمعرض الدولي للكتاب جندوب تقليد جديد ربما نقربوا به الكتاب من الأطراف الكل. هنا احنا اليوم في وسط جامع للقراءة والمطالعة. المعرض تضمن إصدارات علمية وثقافية وتربوية إضافة إلى كتب موجهة للأطفال وعدد من النشريات الموجهة للطلبة. يكون قصصات موجودة حتى نقرب الكتاب من مستعمليه أساتذة وطلبة في وقت باش يتحول إلى تونس تجي الكتب لهنا. طب يعني تعاوننا في شكل يعني بديت بتاعنا وفهم يعني مطالعات أخرى، يعني أفاق أخرى نجم تعرف عليها كيما احنا نقرأ فرنسي نجم نحكي عربية، فما حاجات به. في حاجات متنوعة برشا وفي حاجات تخصني. معرض الكتاب تواصل على امتداد 5 أيام، ولئن وجد فيه البعض ظلته فإن البعض الآخر لا يزال ينتظر الأيام القادمة التي قد تتوفر خلالها بعض المراجع المنشودة. بالنسبة لطلبة الإنجليزية ما فماش يعني كتب حاليا، ما شفناش حتى كتاب يعني تاع إنجليزي، ماذا بينا احنا معناها نشوف كتب أخرين. وبالنسبة للطلبة وبالنسبة للأسعار، الأسعار فما أسعار غالية شوي، فما أسعار في المتناول. دورة دولية أولى لمعرض الكتاب بجندوبة قد يجد فيها هواة الكتاب ظلتهم. ختام ونشر وإليكم العناوين. توقف عملية خدمة تحقيق المغرب التموينية بمطار جربة جسد، ومعرض تونس الكتاب ينقل بعض أجنحته إلى جندوبة ترسيخا للمركزية الثقافية. نشكر حسن متابعتكم، في أمان الله وإلى اللقاء.